ولأنه بلدي حلوة، ولأنه بلدي بتعنى بكافة التفاصيل الموجودة بالحياة ومنها التطعيم. اليوم معنا دكتور محمد السيوف، رئيس قسم المطاعيم في وزارة الصحة، حتى نتحدث عن اليوم العالمي للتطعيم، وأيضا رح نتحدث عن برنامج التطعيم الوطني اللي بتعنى في وزارة الصحة واللي بتقوم فيه بحملات عديدة للتطعيم، ومش بس للأردنيين، لكافة الأشخاص الموجودين يمكن على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حتى نتفادى الكثير من الأمراض ونقدر أنه نستمتع بصحتنا وسلامة أجسادنا. رح نتعرف على تفاصيل كثيرة من خلال اليوم العالمي للتطعيم، من خلال برنامج التطعيم الوطني، أيضا أهم المطاعيم اللي يجب أنه نأخذها بعين الاعتبار، وأيضا رح نعرف عن حملة للتطعيم ولكنها خاصة ببعض المناطق، تفاصيل كثيرة من خلال أيضا اليوم الصبح حيكون معنا ضيفنا الكريم الدكتور محمد السيوف. صباح الخير. صباح النور، شكرا يعطيك لكم. ألف عافية دكتور. الله يعافيكم يا ستي. طبعا اليوم العالمي للتطعيم هو يوم مثل كل الأيام يمكن اللي بياخدوها بعين الاعتبار، بنشوف يمكن أيام عالمية كثيرة بتخص مناسبات عديدة. تحكي لنا شوي دكتور محمد عن اليوم العالمي للتطعيم، ليش اختاروا اليوم العالمي للتطعيم؟ يا ستي في البداية أنا بدي أشكرك على البرنامج هذا واجبنا الشيق، واجبنا دكتور، وأشكر المؤسسة الوطنية التلفزيون الأردني اللي دائما سباقة برعاية هيك أنشطة وهيك برامج وطنية. الحمد لله. نعم، بس للتوضيح، هو احنا بنسميه الأسبوع العالمي للتطعيم، أسبوع أسبوع كامل. نعم، هي كانت سابقا في بعض الدول تقوم بأنشطة تتعلق ببرامج التطعيم الوطنية عندها، وهي الأنشطة تكون مختلفة من منطقة لمنطقة، يعني في ناس مثلا يعملوها بشهر واحد، في ناس يعملوها بشهر اثنين، في ناس يعملوها. فبال 2010 أطلقت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسف مبادرة اللي هي اسمها الأسبوع العالمي للتطعيم، وحدوا بكل العالم، بكل العالم. نعم، وصير كل العالم يحتفل بهذا الأنشط بهاي الأنشطة بفترة محددة بالسنة. نعم، وابتداء من 2010 كل عام من 24 نيسان لغاية 30 نيسان، هذا بسموه الأسبوع العالمي للتطعيم، بتقوم الدول بتنفيذ العديد من الأنشطة، سواء الترويجية للبرامج التطعيم، سواء التثقيفية، توعوية. حملات نعم، توعوية، حملات تطعيم، جميع عديد من الأنشطة بتقوم فيها برامج تطعيم بما يخص بهذا الأسبوع. يعني هو خلينا نقول يمكن هذا الأسبوع هو تكثيف إعلامي وعلى موضوع التطعيم وموضوع الأمور اللي خاصة بالتطعيم بالضبط بكل النواحي. بالضبط، يعني هو التطعيم زي ما بتعرفي خلال طول السنة، طول صحيح العام، صحيح، لكن التركيز فيه بكون بهمنا مكثف. بتركيز على نشاط معين مثلا في هذا الأسبوع. كل سنة نعم، بيختاروا مثلا شعار معين محدد حسب كل دولة بدولتها بتختار الشعار اللي هل بيناسبها. احنا اخترنا شعار؟ نعم، نعم، شعارنا لهذا العام اسمه التطعيم حق للجميع. جميل، اه وهذا اللي كنا يمكن بنحكي فيه قبل شوي انه هو بالضبط حق بالضبط، للجميع حق على ارض للجميع، المملكة. نعم، لانه يعني بتعرفي ما احنا في متواجد على ارض الاردن جنسيات وفئات كثيره موجوده غير اردنيين، وبالتالي كمان احنا معنيين بتطعيمهم واعطائهم المطاعيم من ضمن برنامج التطعيم الوطني. صحيح. يعني تفضل دكتور. وهذا التطعيم يقدم مجانا من خلال وزاره الصحه، يعني حبينا نوهله. طبعا يعني بدي استغل كمان الفرصه هون انه اقول انه يعني في كثير فئات متواجده على ارض الاردن ما بيعرفوا انه هذا التطعيم لهم مجانا مجانا، وبالتالي ومتوفر في جميع المراكز الصحيه اللي بتقدمها بتقوم فيها ومراكز تطعيم تاخذه وزاره صحيح، الصحه. بس يعني كل التحية لوزارة الصحة، جهودكم مشكورة. يعني احنا من خلال استضافاتنا معاكم دكتور محمد، وايضا من خلال يمكن انا هذيك اليوم كنت ايضا بتفرج على التلفزيون وشفت الاعلان تبع زعل وخضرة، نوجه لهم يعني كل التحية، وكان واضح بالاعلان انه مجاني ولكل الاشخاص مدخلين فيه الجنسية العراقية ومدخلين فيه الجنسية السورية كمثل يمكن على الجنسيات. فيعني لا، يعطيكم الف عافية على كل الجهود اللي بتقوموا فيها في وزارة الصحة. إذا بدنا نتحدث عن برنامج التطعيم الوطني بشكل عام، وبعدها رح نحكي عن الحملة اللي قلت لي حابب إنك تحكي فيها لكن يا خاصة ببعض المناطق. نعم، ستي، برنامج التطعيم الوطني هو من البرامج يعني النموذجية في المنطقة صحيح، في الإقليم، يشهد له. يعني هاي نعم، بشهادة حتى منظمات دولية وعالمية،
بيشهدوا انه برنامج التطعيم الوطني في الاردن يعد من النماذج الرائده في المنطقه. واحنا دائما حتى وزاره الصحه سباقه بمواكبه التطورات العلميه والعالميه في برنامج التطعيم، بحيث ادخال مطاعيم جديده، بحيث دائما باستمرار مواكبين للتطورات. برنامج التطعيم الوطني ابتدا بال 79، يعني برضه كمان من البرامج القديمه في المنطقه. صحيح. بهذيك الوقت ابتدا بخمس مطاعيم، والان احنا بنقدم 12 مطعوم. رغم انه العبء يعني كبير، وحتى بتعرفي المطاعيم سعرها غالي جدا ومكلفه لوزاره الصحه، لكن بتقدم وتقدم مجانا. هذا يمكن دكتور اذا بتخليني يمكن اسالك كمداخله، يعني للاسف بدي احكيها بالعاميه، يمكن الناس ما بتامن دائما بالمجاني. يعني دائما اذا الاشي ببلاش يعني هيك بالعاميه بقول لك مش كويس. فكتير في تفاصيل ممكن يحكوها على المطاعم اللي هي مش فعاله، ممكن انها تكون يعني في كتير من الاشخاص خلينا نقول ممكن المقتدرين بيقدروا انه يقوموا فيها بالمجان، لكن بيروحوا بيدفعوا مصاري بقول لك هاي ما بتنفع. فاحكي لنا هيك عن هذا الموضوع. يعني يا ستي بدي شكرا اللي اثرتي هذا الموضوع. للعلم يعني احنا وزاره الصحه تقوم بشراء المطاعيم من شركات عالميه ومعروفه عالميا ومعتبره عالميا، ويجب انه يكون المطاعيم هاي كمان مستخدمه في بلد المنشا. هاي من شروطنا. اثنين، يجب انها تخضع لشروط المؤسسه العامه للغذاء والدواء، وتجتاز الفحوص اللي عندنا موجوده في الاردن من المؤسسه العامه للغذاء والدواء حتى تجاز استعمالها. كمان في عندنا شيء اسمه نظام سلسلة التبريد، اللي هو الحفظ، يعني حفظ المطاعم. اللي هي من حيث متابعة هاي المطاعم من تاريخ صنعها لغاية وصولها للطفل اللي بده يتلقى التطعيم، أو الشخص اللي بده يتلقى التطعيم. بحيث أنه تكون محفوظة بدرجات حرارة آمنة فعالة، وظل فعالة هاي المطاعم لغاية إعطائها للشخص المعني. دائما بمدح زيته بقولوا زيته عكر، لكن احنا بنقول لك انه احنا المطاعمنا دائما تحت رقابه صارمه، ومطاعيم امنه وفعاله، ومطاعيم حتى يعني هي من شركات عالميه، واستهلاكها دائما باستمرار. واحنا لا نتوانى انه لو شكينا واحد بالمليون انه هذا المطعوم اصبح غير فعال وانقطعت الكهرباء عنه او كذا، انه نتلفه، ولا نتوانى انه نتلفه حتى لو كان قديش قيمته، ولا انه نعطيه لاي طفل. صحيح. مع انه ما حدا بيقول عن زيته عكر، بس اكيد الزيت مش عكر بوزاره الصحه، مش عكر. وخاصه انكم انتم من خلال برنامج التطعيم الوطني والمطاعم اللي عم بتحافظوا عليها واللي عم بتكون فعلا فعاله، انتم بتخففوا من اعباء على وزاره الصحه من خلال الامراض اللي ممكن انها تنشا وتكون فعلا عبء ايضا على الدوله. لانه الشخص لما بيمرض وبصيبه مثلا شلل اطفال، او بصيبه اي نوع من الامراض اللي ما اخذ فيها مطعوم، هي عبء على الدوله نفسها، وايضا ممكن تكون على الوزاره. حكينا دكتور اهم المطاعم، نذكر هيك الاشخاص اهم المطاعم اللي بتدخل من ضمن برنامج التطعيم الوطني واللي يجب الاشخاص ياخذوها بعين الاعتبار. ستي اشكرك، بس بدي انا اول نقطه انه احنا بجوز اجيالنا حالي او الجيل الحالي ما يعني بجوز ما لاحظوش اهتمام لاهميه البرنامج التطعيم الوطني، نتيجه انه بطل يظهر عنا امراض كثيره اختفت من زمان نتيجه التطعيم. هاي مطاعم يعني زي ما تفضلتي شلل الاطفال. شلل الاطفال احنا اخر حاله سجلت في الاردن من 92، الحمد لله، رغم الظروف اللي بتحيط فينا بالدول، يعني هي مثلا نتيجه الظروف اللي مرت فيها سوريا والعراق، وهذا ظهر حالات عندهم موجوده نتيجه تهاون في برنامج التطعيم الوطني. احنا ما بدنا نتهاون، صح انه مثلا عندنا شعبنا واعي لاهميه برنامج التطعيم وبروحوا بطعموا اطفالهم كذا، لكن لما برضه بتتم وزاره الصحه بتنفذ حملات انه برضه كمان انه يساعدوا لتطعيم اطفالهم، لانه هاي كمان تعتبر جرعات اضافيه وداعمه، جرعات مدعمه. صح. للبرنامج. واحنا يمكن استضفناكم بحلقات سابقه وما في ضرر من انه الواحد يكون في عنده جرعات دائمه، بالعكس هي يعني وقايه اكثر للامراض. يمكن برضه بالاستضافات السابقه انا حكيت قلت انه يعني ابنه جايب بالتوجيه مثلا 95
بحب انه يجيب 99 و98، فهي جرعات مدعمه وبترفع المناعه عند الاطفال وما في عنها اي ضرر. نعم. من اهم المطاعم اللي سالتيني عنها. نعم. مطعوم شلل الاطفال. هم كم من مطعوم حاليا؟ احنا بنقدم 12 مطعوم. 12 مطعوم يعني بدايه السنه بالشهر 3/2015. نعم. ادخلنا مطعوم اللي هو بسموه الروتا فايروس او الفيروس العجلي بسموه، اللي هو هذا بحميه من الاسهالات الاطفال الاقل من 5 سنوات تقريبا. صحيح، لانه في ظهرت حالات كثير ممكن انه الاطفال يروحوا يعني على المستشفى. هذا المطعوم، المطعوم هذا اصلا يعني بيحمي الاطفال من الاسهالات اللي بتصير عند الاطفال الاقل من سنتين تقريبا، اكثر بوجه الخصوص هي اقل من 5 سنوات لكن اقل من سنتين بوجه الخصوص. يعني اخذته بعين الاعتبار. نعم. حوالي يعني احنا اذا عرفنا انه نسبه الاسهالات اللي ناتجه عن هذا الفيروس حسب المراجعات المستشفيات والمراكز الصحيه حوالي 40% 45% من الاسهالات ناتجه عن هذا الفيروس. نعم. فهذا المطعوم انتم هلا ضفتوه على برنامج. نعم، شهر اذار 2015 ادخلناه على البرنامج، فاصبح عندنا 12 مطعوم اللي هم شلل الاطفال، الروتا فيروس، المطعوم الحصبه والحصبه الالمانيه والنكاف، مطعوم التهاب الكبد البائي المصلي، وعندنا كمان مطعوم الانفلونزا الناتج عن الفيروس هايموفيلس مسموه او المستدبيه النزليه. نعم. ومطعوم السل تدرن كمان، نفس هاي المطاعيم كلها تحمي اللي هي الاطفال من هاي الامراض. تمام. وانتم دائما يعني بمواكبه لكل الامراض اللي ممكن تكون يعني بتحتاج لمطعوم، انكم تاخذوه بعين الاعتبار وتضيفوه اكيد على برنامج التطعيم البطني. بالضبط، يعني احنا زي ما حكيت لك انه في لجنه وطنيه مشكله من جميع القطاعات الطبيه الموجوده في الاردن. نعم. من الجامعات والخدمات الطبيه ووكاله الغوث والقطاع الخاص ووزاره الصحه، هاي بتدرس انه شو الاضافات اللي بدنا نضيفها وشو الاهميه حسب يعني معايير دوليه وحسب المعايير اللي الوطنيه كمان اللي من هذا اللي نضيف عليها مطعوم، شو المطعوم اللي ندخله على برنامج التطعيم الوطني. يعني دكتور محمد، قبل ما نحكي شوي عن الحمله، هلا خطر ببالي سؤال وحضرتك بتحكي لنا عن المطاعيم، مطعوم الانفلونزا اللي يعني هاد سؤال هيك خارج خلينا نعابر، ما بياثر على الاشخاص يمكن بالسلب؟ لانه احنا كثير سمعنا يمكن انه اذا بياخذوا هذا المطعوم ممكن مناعتهم تقل، ممكن يحسوا بالانفلونزا لكن ما تظهر عليهم كثير الاعراض، وخاصه انه هلا كمان عم نشهد يعني بعض الانفلونزا الخاصه بانفلونزا الخنازير والطيور وكل التفاصيل هاي اللي عم ترجع يمكن على السطح في الاونه الاخيره. نحكي هيك شوي عن هذا الموضوع بما انه اني يعني. يا ستي ولا يهمك، بس للتوضيح هو. نعم. حاليا ما في شيء اسمه انفلونزا وخنازير. تمام. هي الحمد لله. سابقا اول بال2009 لما صار وباء الانفلونزا H1N1. نعم. اطلق عليه انفلونزا الخنازير لانه كانوا يشكوا انه انتقل من الخنزير للانسان. نعم. لكن بعد فيما بعد اصبح ينتقل من انسان لإنسان. وبالتالي اصبح بطل الاسم اسمه بطل اسمه انفلونزا الخنازير. نعم. اللي هو H1N1. H1N1. نعم. وهذا الـ 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 الفيروس صار داخل ضمنيا من ضمن الانفلونزا الموسميه ومن ضمن المطعوم الموسم اللي بصير كل سنه، اللي حتى وزاره الصحه بتوصي بالاشخاص اللي معرضين، يعني اشخاص ذات الخطوره اللي عندهم امراض بالقلب، امراض بالكلى، بالاشخاص الحوامل، الاطفال، كبار السن، انه ياخذوا هذا المطعوم ببدايه الموسم اللي هو بشهر 9 وشهر 10 شهر 11 حتى يحموا انفسهم من الانفلونزا الموسميه. والانفلونزا يعني مرض هو بسيط جدا، يعني ما بتعرفي، لكن بده انه الشخص انه ياخذ العلاجات، خلينا نحكي مش العلاجات، الوقايه بالبدايه. اثنين انه اذا انصاب بهالشخص هذا انه بده راحه والسوائل الدافيه، زي ما كنا نتعرض ناخذ بشكل عام فيتامين سي من الليمون والحمضيات، والشخص يعني بترفع مناعه الشخص لهذا المرض. لا، اذا شعر انه ازدادت عنده الحاليه او انه يعني حرارته لسه ما خفضت وزاد عنده ضيق التنفس او كذا، يراجع اي طبيب وبالتالي ممكن يعطاه العلاج المناسب لهذا المرض
اللي هو علاج ضد الفيروس هذا. نعم. وبالتالي يكون تمام. احنا الحمد لله يعني عم نحكي بوقت متاخر هلا، موسم الانفلونزا يمكن ان شاء الله تقريبا شبه واكيد المطعوم يعني، بس لكن يعني هيك كمعلومه يمكن بتدخل، لانه الاحاديث والاقاويل عم بيحكوا كثير في هذا الموضوع H1N1 والمطعوم والانفلونزا. مطعوم جيد ومطعوم للاشخاص يعني اللي زي ما حكينا بدايه يعني يتاخذ في الموسم، ما بالعكس بيحميهم مش يعني بيعرضهم للخطر، بالعكس هو مطعوم يعني بيعطي حماية لهذا. ودائما أختي في أقاويل دائما وين ما في شغلة زي ما تفضلت انت قلتي ببلاش، أو مطاعيم تحكي يعني عن حملات وتطلع عليها إشاعات ودائما الحمد لله احنا دورنا اكيد ودوركم انه نوضح للسادة المشاهدين ونعطيهم كل المعلومات اللي بيحتاجوا إلها. حملة المطاعيم اللي عم تقوم فيها وزارة الصحة واللي خاصة ببعض المناطق تحكي لنا عنها يمكن دكتور محمد. احنا بس للتوضيح يعني احنا من لما ظهرت حالات شلل الأطفال في سوريا وفي العراق في 2013، الأردن عملت نفذت حملات وطنية، حوالي 4 حملات أو 5 حملات وطنية على مستوى الوطن بمطعوم الشلل الأطفال من الفئة العمرية من يوم ل5 سنوات، وحملتين محدودات يعني محدودات لأنه بعض الفئات بنركز عليهم اللي هم متنقلين، اللاجئين السوريين اللي خارج المخيمات، بعض الفئات اللي بالمزارع اللي ما كان يوصلهم المطعوم سابقا، ومنركز على هاي الفئات لانه احنا بدنا يكون انه المناعه عند جميع الاطفال موجودين فيه. يعني بـ 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 لانه هذا المرض سريع العدوى وسريع الانتشار، وبالتالي اذا وجد بؤره مناسبه يعني اطفال مجموعه اطفال مش مطعمين ممكن يبدا من هون وينتقل هذا المرض صح في المجتمع. صحيح. ايش المناطق اللي راح تكون فيها محافظات؟ كل محافظات المملكه بتنفذ هذا، لكن كل محافظه اختارت مثلا بعض المناطق اللي عندها المزارع، خلينا نحكي اذا في خيم تجمعات الخيم للاجئين او لفئات متنقله بركزوا عليها بهذا. نعم. حتى يعني بغض النظر انه الاشخاص اللي ما شاركوا بالحملات السابقة أو أنه بيقدروا يراجعوا يتوجهوا للمراكز الصحية اللي مش مولي الطعام. طب دكتور محمد بالمستقبل القريب خلينا نقول شو مشاريع وزارة الصحة فيما يخص المطاعيم؟ هل في مطاعيم هلأ قادمة، في حملات جاي ممكن أنه ننبه الناس لإلها أو يعني نعطيهم هذه المعلومة؟ أنا حاليا هسه بعد يعني استغلينا أنه الأسبوع العالمي للتطعيم وتنفيذ الحملة المحدودة هاي اللي نحكيها المحدودة، وكمان تركز على البرنامج التطعيم الوطني لانه كمان في من يعني من خلالكم. نعم. من البرنامج هذا انه في بعض الامهات والاباء وهذا انه اذا ابنه مثلا اخذ جرعتين بتلاقيه خلاص بقول لك كفايه وما بكملش، فلا احنا بنهيب فيهم انه يستكملوا برنامج ابنائهم تطعيمي حسب البرنامج التطعيم الوطني وحسب الجرعات المقرره. هلا الجدول اللي نعم. بخص هاي المطاعيم كيف بيقدروا يعرفوا عنه الأشخاص؟ اي مركز صحي موجود. تمام. موجود الجدول وبقدر يراجعوا اي مركز صحي وبنوروهم وبفهموهم عن برنامج التطعيم الوطني وانه موجود يعني شو هي الاجراءات اللي بدهم حتى يراجعوا فيها. وما بتتطلب لا اجراءات، لا هي لا بيطلبوا منهم وثائق ولا بيطلبوا منهم شيء، يعني تطعيم مجرد بس راجع المركز الصحي وانه يتقدم مشان يطعم طفله. صحيح. سواء سوري او اردني او عراقي او اي جنسيه اخرى. اي جنسية موجود أخرى. يعني ما بتطلب وثائق ولا بتطلب شيء. تمام. يعني بنهايه اللقاء دكتور محمد ما بعرف اذا بتحب تضيف اي شيء لكل الاشخاص اللي بيحضروك، ولا بهيك احنا يمكن حكينا كل المعلومات الخاصه ببرنامج. شكرا لك على البرنامج. نعم. واحنا من هي من خلال المنبر انه الاهتمام ببرنامج التطعيم، الأهالي أنه يتابعوا برامج جدول التطعيم تبع أبنائهم ومتابعته، إذا فاتتهم جرعة أنه ما يقولوا خلص راحت، أنه يردوا يتابعوا فيها بالمركز الصحي. وبرنامج التطعيم برنامج وطني والمطاعيم الموجودة فيه مطاعيم فعالة وإن شاء الله آمنة. أكيد إن شاء الله. بدنا نشكرك دكتور محمد يوسف رئيس قسم المطاعيم في وزارة الصحة، تحياتنا لكم اللي قائمين دائما على سلامة وصحة كل الأشخاص وبالذات الأطفال، لأنه إحنا بدنا نحمي الأطفال حتى ما ينتشر أي أمراض معدية عنا في المملكة الأردنية الهاشمية. وزي ما حكى الدكتور هي المطاعيم تقيدوا ببرنامج التطعيم الوطني بجدول التطعيم لكل الأشخاص الموجودين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية من أردن
أردنيين ومن أي جنسيات أخرى مجاناً وبدون حتى أي شهادة ممكن أنها تكون مطلوبة، لكن بس يجي تاخذ الأهل ياخذوا الطفل وروحوا يطعموه ضمن جدول المطاعم. بدنا نشكرك دكتور محمد ويعطيكم ألف ألف عافية. شكراً لكم. شكراً. يعطيك العافية. شكراً.